خلينا نروح من اسكندرية لمطروح ونتعرف على تداعيات تقلبات الطقس اللي موجودة وإزاي حصل رفع لحالة الاستعداد. معانا على التليفون الدكتور إبراهيم خالد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير يا فندم. في حالة تأهب ورفع الاستعداد تمت قبل الطقس السيء، وصلتوا لإيه في مطروح؟ والله يا فندم احنا جالنا الاخطار قبل النوه ب 24 ساعه عن طريق الارصاد الجويه وعن طريق المحليات الوحدات المحليه وغرفه عمليات المحافظه. فعلى طول على الفور تم رفع درجه الاستعداد قبلها ب 24 ساعه، وبالتنسيق مع الوحدات المحليه تم نشر المعدات الخاصه بالشركه ومعدات المحليات في الاماكن اللي هي مرصوده عندنا مسبقا ومعروف اماكن تواجد المياه او تجمعات المياه فيها. النوة بدات عندنا، هي نوة الكرم، بدات عندنا يوم السبت 27، وكانت امطارها في البدايه على المناطق الغربيه بالنسبه لمحافظه مطروح اللي هي السلوم وبراني والنجيله، كانت امطار خفيفه الى متوسطه، وكانت على فترات متقطعه يوم الحد والاثنين لحد يوم الثلاث الاربع والخميس كانت امطار متوسطه الى غزيره، وبدات تعمل تجمعات على الطرق الرئيسيه، ولكن طبعا كان بيتم التعامل معها. الحمد لله ان ما حصلش اي توقف او اعاقه حركه السير على اي من الطرق الخاصه بمحافظه مطروح. يعني كان السيد المحافظ والشركه القابضه متابعين معانا اول باول على الاتصالات، ايه اللي بيتم عندكم وايه اللي بيحصل، محتاجين دعم ولا لا. فالحمد لله كنا احنا والمحليات مسيطرين على الموقف، والامطار كانت غزيره في مدينه مطروح، واتجمعت عندنا بعض التجمعات في بعض الاحياء في مدينه مطروح، وكنا متوقعين ان الميه دي هتتجمع في الاماكن ديت زي مناطق ميدان البنك الاهلي وشارع علم الروم، الكورنيش، مدخل المدينه الكيلو 4 والكيلو 7 ومنطقه الريفيه، وتم التعامل معاهم والحمد لله تم القضاء نهائيا مساء يوم الجمعه اللي فات على اي تجمعات داخل محافظه مطروح. كان عندنا تجمعات في منطقه سيد عبد الرحمن والعالمين على طريق الخدمه الموازي للطريق الساحلي الدولي، والحمد لله تم التعامل معها وازالتها الحمد لله. الحمد لله تم التعامل بشكل مباشر مع اي تجمعات المياه، ما حصلش اي تعطل لحركه السير او اي تعطل في الحياه بشكل عام في مطروح. لا الحمد لله، هو كان بس بيحصل ان لما يكون في ميه واحنا بنتعامل معاه ما بتخلصش في ربع ساعه ولا نص ساعه، بتاخد لها ساعه ساعتين، ولكن اللي بيحصل ان السيارات اللي جايه بتبطئ حركه السير شويه، وبيبقى المرور منتشر وعامل حساب الموضوع ده، يا بحولهم على مسارات بديله يا اما بينبه عليهم العربيات العاليه تخش بسرعه بطيئه على ما يتم التعامل مع التجمعات دي. والحمد لله ما فيش اي حوادث ولا اي اثار سيئه الحمد لله. ربنا يسلم. فرق الطوارئ اللي موجوده في الشوارع ليهم فتره للتواجد، متوقعين ان الطقس موجه الطقس السيء دي تستمر لمده قد ايه؟ هي متوقع انها تنتهي مساء يوم الاربعاء القادم او صباح الخميس. ربنا يسلمك. لكن احنا لان النوة دي مدتها سبعة ايام، وفي تعاون طبعا وتنسيق مع كل الجهات التنفيذيه طبعا ومع الاهالي كمان. يا فندم ان الاهالي مطروح طبعا الناس الحمد لله واعيين وعايشين في جو الامطار على طول زي اسكندريه كده، لان محافظه مطروح تعتبر انذار مبكر لاسكندريه ان النوة بتبتدي من عندنا. صحيح. من الاتجاه الغربي في الاتجاه الشرقي في اتجاه اسكندريه يعني. فالحمد لله الناس عندهم وعي كويس جدا، ما بتحصل حاجات زي كده بيتعاونوا معانا لاقصى مدى، وهم حذرين جدا لما يكون في امطار ما بينزلوش الشوارع، بيحاولوا بقدر الامكان يبعدوا سياراتهم ومعداتهم من طريق معدات الشركه ومعدات المحليات عشان يدوا لنا حريه حركه. هل بيبقى في يعني على صفحة المحافظة مثلا في توجيهات زيادة بتقوموا بيها انهم يبعدوا مثلا السيارات عن اماكن اعمدة الانارة او عن اماكن الصرف الخاصة بالامطار اللي موجودة بحيث انها تسهل عليهم عملية العمل؟ تمام يا فندم، تمام. احنا متواصلين مع عمليات الشركة مع عمليات المحافظة، احنا متواصلين تماما، وفي لينا مندوب مقيم في المحافظة بجهاز لاسلكي وجهاز تليفون، ولكل احداث الشركه بتتنقل للمحافظه يمكن دقيقه بدقيقه،
وبالنسبه لاذاعه مطروح بتتابع معانا الاحداث وبتنقل فوري، مثلا واحنا شغالين في البنك في ميدان البنك الاهلي كانوا بينقلوا الاحداث اول باول في الشوارع الريفيه في كيلو 4، بيتصلوا بالناس العمليين انتوا وصلتوا ايه وعملتوا ايه ونقول للناس ايه. فلا الحمد لله الدنيا كويسه جدا عندنا. كل الشكر ليك الدكتور ابراهيم خالد رئيس شركه مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، شكرا جزيلا.